بين كل واحد وواحد، تمام؟ يعني على سبيل المثال بناخذ احنا الفرابي التقديم تبعه للغه كان حتى شغل في على مستوى الافعال، انه الفرق بين فعل الماضي الحاضر والمستقبل. ففي كتاب الحروف تبعه بيجي بيقول انه الفعل الماضي والفعل المستقبل هن فعلين نائلين، بينما فعل الحاضر وفعل عمودي. هذا شيء مثير جدا للاهتمام. إذا بدك مثير جدا للاهتمام لما بتحكوا أنتوا على مستوى أدبي. إذا بتاخذوا أنتوا جملتين مختلفتين، واحدة من الجمل واللي احنا ممكن نكونها بطبيعة الحال جملة مكونة من فقط أفعال مضارع، حقيقة بيتركوش بأي حال من الأحوال أي ذبذبة داخل الجملة، تكون ذبذبة واحدة. ولكن إذا احنا بناخذ جملة اللي مركبة من أفعال مضارع وماضي ومستقبل واللي فيها حرف وصل وما بعرفش ايش، بنلاقيها ذبذبة مثل الجملة اللي أنا قاعد بحكيها، بنلاقي إنه فيها ذبذبة منها. مش خط واحد مستقيم. بالتالي التمييز اللي سوى هناك هو تمييز مثير جدا للاهتمام، مش بس على مستوى منطق، مش بس مشان استخدامات المنطق، انما لاستخدامات اخرى بهذه الحاله ادبيا. يعني شخص اللي هو بيخلق خلال عمل ادبي جمله اللي عم فيها عن حاله اللي فيش فيها ذبذبه، يستخدم جمله مركبه فقط من افعال مضارع خاليه تماما من اي حرف وصل. ليش ممكن؟ ممكن. تمام؟ اوكي. فبالتالي اذا انا بدي ارجع لما كنت احكي، بغض النظر عن التقديمات اللي كل واحد وواحد منا عاملين في المجال الفلسفي على الفلسفه العربيه الاسلاميه اللي سواها لا الشغل تبعه في المنطق، انما او اذا بدك بغض النظر عن الاختلاف ما بين التقديم اللي سووه الفلاسفه العرب المسلمين للمنطق والتقديم اللغوي اللي احنا بنشوف في كتب اوروبيه غربيه اليوم موجوده. من المفروض يكون في تقديم للغه، الشيء اللي يمكن الشيء اللي انا بلاحظه، انا باخذ على سبيل المثال باخذ ارسطو واللي كل المنطق تبعنا احنا الاساس تبعه على الاقل احنا بندرسه، تمام؟ انا ما بقول انه ما كان في قبل ارسطو، ولا بقول انه ما كان في غير ارسطو من الشعوب ما كان في عنده منطق، بغض النظر اذا كان مصاب ولا غير مصاب، تمام؟ ولكن اللي انا بدي اقوله انه المنطق اللي احنا نتعامل معه على الاقل اليوم، واللي انا راح افرجيكم خلال الشغل مع بعض وين موجودين هاي العلاقات المنطقيه ضمن الفلسفه العربيه الاسلاميه، واذا بدكم انا بقدر افرجيكم وين العلاقات المنطقيه هاي موجوده ضمن الفكر العربي ما قبل الدعوه، ما قبل الدعوه يعني ما قبل الدعوه الاسلاميه، تمام؟ واذا بدكم انا بقدر افرجيكم وين موجوده هاي العلاقات المنطقيه داخل القران بحد ذاته وداخل الايات بحد ذاتها. فبالتالي لو انا باجي بقول انه المنطق اللي احنا بنشتغل فيه هو منطق اللي هو جامع ارسطو، انا بهي الجمله عمليا ما بنفي امكانيه وجود هاي العلاقات المنطقيه، هاي البنية من الحجج عند اخرين. ولكن اللي بدي اقوله انه اللي احنا بنتعامل معه جامع ارسطو. وارسطو واحنا عاده بنحكي عن ارسطو كاساس لانه هو اول من صاغ من وضع وضع واضح لقواعد وقوانين المنطق. ارسطو بحد ذاته في كثير اشياء اللي احنا راح نتعلمها ما حطهاش وما قالهاش. مثل قواعد القياس، مثل القواعد اللي احنا بنستعملها في عمليه الاستنتاجات تبعتنا. أرسطو ما حقها. إذا بدكم القواعد القياس هي فقط رعايتين اللي أرسطو ساهم بشكل واضح وصريح، ما تبقى احنا بنقوم في عملية استخراج لإلهن من النص تبعه. بعدين إذا ما بفوت التفاصيل لأنه هذا فقط تقديم، بعدين خلال الشروط تبعنا أنا بقول أي قاعدتين أرسطو ذكرهن ووين هو عمليا ذكرهن.
لكن مثير للاهتمام ان ارسطو بحد ذاته ما اشتغل في اللغه. يعني احنا بنحط دائما مقدمات لغويه للشغل في المنطق. الفلسفه العربيه الاسلاميه شافت انه في ضروره لوضع مقدمه لغويه لكل كتاب في المنطق. ارسطو واحد لاسباب معينه ويمكن نتيجه ذكرها اليوم يمكن نتيجه ذكرها اخر نهار او اللقاء القادم، لكن ارسطو معها. انما ارسطو بدا في ما يسمى كتاب الكاتيجوريز للتصنيفات، هذا هو الكتاب حلو. بعدها حط ما يسمى بالدي انتربريتيشن، بعدها حط بريو اناليتكس، بعدها بستيريو اناليتكس، وهناك هو انهى تمام في الستيريو اناليتكس. بعدها صار في تطبيقات تبعه في الفيزيكس والميتافيزيكس، كل هاي تطبيقات اللي بدي فيه في الكاتيجوريز وانهى في الستيريو اناليتكس. في الكاتيجوريز هناك هو فقط حكى عن كامري اللي هي التصنيفات، حكى عن العلاقات. شو يعني حكى عن العلاقات؟ يعني حكى عن العلاقات الداخليه في جميل واحد، مع انه ما كان تمام؟ ما كان هنا لسه بحكي عن العلاقات الضمه اللي داخل جميل واحد. لكن واضح لنا انه كان بقدم الشغل تبعه في الاشكال. وقدم لها بالحديث عن العلاقات المضمنة داخل الجملة الواحدة. تمام؟ لكن هون عم بستنتج انه بالوعي تبعه كان يحكي عن كان يحاول يضع الاسس العلاقات المنطقية للشغل تبعه في العلاقات. فلما نحكي عن العلاقات نفرض نحكي عن العلاقة بين الأصفر والطاولة. أو نحكي عن العلاقة اللي بين الإنسان وكونه عنده إجرتين. أو نحكي عن العلاقة اللي بين يعقل ويتلفظ والإنسان. وهناك بدا يبني للشغل تبعه في اشكال الحجج. في الدي انتربريتيشن كمان هناك هو كمل شغل في العلاقات. ما فات بعد اشكال الحجج. كانه كان في عمليه تعميق للشغل تبعه مع تجسيدات معينه. فقط بالكتاب الثالث اللي ما يسمى بريو اناليتكس، فقط بالكتاب الثالث بلش هو يحكي عن اشكال الحجج. لما بيحكي عن اشكال الحجج بيحكي عن مبنى تبع الحجه. وبيحاول بواسطه فحصه لمباني الحجج يصل لأي شكل سليم وأي شكل غير سليم. هذا درس عن الطريقة اللي صار، رح نيجي لها، تمام؟ رح نيجي بالضبط لإيش هو قال وإيش هو ما قالش، إيش سوى وإيش ما سواش. تمام؟ فصار ياخذ كل مرة ما يسمى زوج من الجمل، زوج من القضايا. كمان شو بدنا نحكي شيء عن القضية. زوج من القضايا. وكل مرة يفحص هذا الزوج هل من ممكن اعتباره زوج سليم لإنتاج ولا لا. وكل مرة لما يعمل فحص يقول اوكي هذا سليم يحطه على جنب، هذا من الأزواج السليمة، زوج غير سليم يمشي يحطه على جنب، وسط الزبالة يقول هذا الأزواج غير سليم. بعد ما خلص يعني بعد ما كان في عملية فحص لكل زوج ممكن بين كل قضيتين ممكنات في العالم، يعني تقريبا 317 إذا أنا مش غلطان، بجوز أنا غلطان في واحد أو اثنين، بس 317 إذا أنا مش غلطان.
وراح للتسير اوتوماتكس. وهناك فرجانا كيف احنا بنقدر نكون في عمليه استعمال للازواج اللي شاف فيها هي ازواج سليمه، كيف بنقدر نبني حسبها احنا حجج. من كل هذا انا بدي اقول شغلتين. واحد اقول لكم شو صار على الاسبوع مليان اللي انتم بلاتها بتندوا عليه، وكيف ايش هي الكتب اللي هو اشتغل فيها خلال كل عمليه البناء تبعته لكل الميثود هذا، لانه المنطق هو ميثود بالاخر منهج. ونحكي عن وظيفته كمان شوي. لان قلت لكم ارسطو ما اشتغل في اللغه، ما اشتغلش في اللغه كان واحد واحد، لانه ما كانش انه راح في مشكله. وهذا شيء مثير جدا للاهتمام انه ارسطو ما كانش شايف انه في مشكله في اللغه تبعتها، ما كانش شايف انه في مشكله اللي ممكن تكون عباره عن معيق امامنا خلال بناءنا لاي حجه اي كان نوعها في اي مجال كان. هذا مثير جدا للاهتمام، حتى لو كنا نحكي عن الجيد وعن السيء. يعني كان في محاوله تعريف الجيد بما هو جيد. سؤال بس قصير، هو ما اشتغلش باللغه، ما اشتغلش بقواعد اللغه، ولا ما اشتغلش بالمعاني الدلاليه ده؟ ما اشتغلش باللغه بدل. اشتغل بمعنى الدلالية. اشتغل بالتعريفات طبعا يعني بمعنى الدلالة للغة. بمعنى اللغة بس، ولكن ما اشتغل باللغة كاش. كيف احنا اليوم بنشتغل باللغة؟ نفرض احنا أول واحد إذا كنت اشتغل في اللغة وشاف وعلى أساس إنها هي مشكلة بحد ذاتها، بس أنا بحكي بأي منطقة أي معنى شاف فيها مشكلة، اللي هو جرب. إذا نحن نحكي عن تاريخ مثل أوروبا، تمام؟ مش هو جرب ومش كان جرب، يعني أصل حديث عمليا من 500 سنة مش أكثر من هيك. إحنا ما كناش نشوف في مشكلة في اللغة أبدا، إحنا كنا نشتغل بالتعريفات. إذا إحنا بناخذ على سبيل المثال كتاب في تعريف الحدود واللي عم نشتغل فيه منيح تبع الكندي، بنلاقي تعريف للمصطلحات. هذا كل الشيء اللي كان عنده مشكلة كانت معنا. هل من الممكن نقوم في عملية صياغة لتعريف ولا لا؟ لهذا احنا راح نيجي، لكن تسمى لسه فقط مقدمة. فلا أرسطو ما شاف انه في مشكلة او انه اللغة قد تشكل عائق امامنا في عملية إنتاج المعرفة تبعنا، إنتاج معارف جديدة تبعنا. ما شاف إنه في مشكلة في تمثيل، في العلاقة التمثيلية ممكن تكون ما بين الجملة وما بين الواقع. ما شاف. كان يقدر يقول جيد إيش هو، كان يقدر يقول جميل إيش هو، كان يقدر يقول قبيح إيش هو. تماما كيف كان يقدر يقول الطاولة إيش والإنسان إيش. من شان هيك وأرسطو كان له إمكانية الإشارة إلى ما يجعل الشيء ما هو، كانت واضحة جدا. كلنا نحكي عليه بس أنا بدي أعمل تقديمات حتى اشياء اللي مش هتفهموها تماما، ما فيش اشكال في هذا الموضوع. كل حرف انا بحكيه لقدام انا واقوم في عمليه شرح مفصل له، فقط مقدمه. ما يجعل الشيء ما هو هي الصفه اللي بوجودها الشيء ايش هو. يعني الصفه مفرد يعقل ويتلفظ، بوجود الصفة هاي الشيء إنسان، تمام؟ فبالتالي من حيث كونه يحمل هاي الصفة فهو ما هو، هو إنسان بهذا المعنى. فبالتالي أرسطو ما كان شايف إنه في مشكلة، ما كانش شايف إنه في مشكلة.
بالتحديد ما يجعل الشيء معروف، ما كانش موجود. ومشان هيك بالرغم انه هو كان واعي لامكانيه تعريف الاشياء رسما، يعني تعريف بالرسم بسبب كل الشهود، انما ما كان يشتغل فيه، ما اشتغلش فيه. واشتغل بالاساس بالجواهر واحد، وقال في الكاتيجوري تبعه حكى انه ما يجعل الانسان مشهور وكان يعتبر اعترافه. ولكن متاخر جدا اذا مش غلطان في المتفلس بقول انه في كمان شيء اللي بيعمل الشيء مشهور، الصوره. هذا اخر لقاء من اللقاءات تبعتنا رح نشتغل كثير منيح في هذا الموضوع، في التعريفات، التعريف بالجوهر، التعريف بالصوره، التعريف بالرسم، اللي هذا رح نشتغل فيه بالتفصيل المهم. فبالتالي لانه ما كانش شايف المشكله ما كانش تعليم لغوي للمنطق تبعه، لانه كان شايف لانه ما كانش يميز ما بين جمل تعبيريه وبين جمل تقريريه. وإذا نحكي عن الفرق ما بين جمل تعبيريه وجمل تقريريه، وما اشتغلش فيهم كاشكال. والله اشتغل هذا الموضوع. اذا بناخذ احنا حركه التاريخ الفكر الاوروبي هو جون. تعالوا نفوت على الاقل هذا ولانه احنا اليوم مش هننهي الحديث تبعي الا اذا لانه احنا اليوم بنشوف او بدا من مرحله زمنيه معينه بدنا نشوف اشكالات، بدنا نشتغل في اللغه اكثر في تقديماتنا للمنطق، صار الشغل في اللغه هو كانه شغل اهم جدا. على الاقل مش هنميز ما بين، او على الاقل الاشخاص اللي في بيانات النقاش، هل الشكل هو لغة ولا مش لغة؟ النقاش هناك حمل وقيس ما بين. يمكن بسوى أنا واقف هون، ويمكن بسوى أنا هذا بيجي نقدم لوين هي راحة إيش بتساوى، وبعدها الدكتور مصطفى بيساوي الشغل تبعه. على كل مقدمات تمام. ورجع بيحكي بتفاصيل منه. سألني شيء؟ أنا موافق. أزواج تبع الجمل تبع القضايا. نو أنا أفضل إنه هذا فقط خليها بالذات اللي تبعتها، وراح نشتغل في الأزواج الجمل تقدمها. شو العلاقات بينهم؟ وشو الأشياء؟ أنا كمان مش عارف بس ما ضاع عليها. لأنه والله ما ضاعت سنين. أنا عارف. خلينا كلها في عندي طلبة تنين كانوا عندي في المنطقة. عادةً أنا بقول أنا ما حبيتش أقول لكم هذا الشيء من الأول مشان ما كمان كنت عندي في المنطقة ثلاث طلاب. عادةً أول أسبوعين ولا حدا يفهم ولا أي شيء، ولا أنا من اللي بقوله. بعدين بصير نفهم مع بعض. وأعطي أمثلة بالعامية أكثر شوي على إيش اللي راح نحكي عنه. لما بقول فلسفة اللغة بتهيألي أوضح شوي من المنطق، صح؟ معرفش. على الأقل لما بقول فلسفة كلياتكم متوقعين إشي معين، صح؟ هيك بتوقع. لما بقول لغة كلياتكم بتعرفوا إنه أنا بحكي عن اللغة هاي اللي أنا بستعملها. فيعني أوضح شوي من إنه أنا بجي بقول جملة منطقية، علاقات منطقية، قضايا. بس المشكلة إنه أنا بقدرش أحكي باللغة بدون ما أحكي عن القضايا. هلا عندي خمس لقاءات المفروض يعني أنتوا تساعدوني فيهم بحيث إنه نفهم شو يعني فلسفة اللغة مع بعض، نشوف شو القضايا اللي لما بنقول فلسفة اللغة مثلا مقارنة بفلسفة الدين.
مقارنة بفلسفة الجمال، بفلسفة الأخلاق. شو يعني؟ شو اللي بتخص اللغة بالذات ودراستها وكيف نتعامل معها وكيف نتعلمها اللي بخليها مثلاً فرع خاص في الفلسفة؟ هلا لما بتيجوا بتحكوا تصنيفات، يعني استاذ جمال حتى عن التصنيف، انه انا باجي بقول كرسي بيجي بنصنف، هل فعلا يعني هو بالمنطق بقول لكم انا بصنف الكرسي؟ ألست بصنف الكرسي؟ انا من باب اللغه عندي سؤال اعوص، هل انا بصنف فعلا الكرسي وعلاقته بالطاوله، ولا بصنف اللي انا بعرفه عن الكرسي؟ يا ترى انا بعرف الكرسي فيه الوصفه يا جمال؟ انا بعرفش. يعني هذه الأسئلة اللي إحنا الثلاثة رح نثيرها مع بعض طول الفصل، وإنتوا رايحين برضو ماسكين هذا السؤال. أنا ما عنديش إجابات، تتوقعوش إنه بفلسفة اللغة رح أعطيكوا إجابة. يعني مثلاً واحد من الأسئلة المهمة اللي رح أبدا فيها إنه شو يعني لما بسمي الأشياء؟ معنى الأسماء، شو بتقولوا لي كرسي واسمي محمد واسمي علي، شو يعني؟ تمييز. تمييز عن شو؟ عن الإشي التاني اللي تميزه. بس هذا منطق، بس تمييز استحضار صورة الاشياء. انا بتصير محيطك وواضح ايش عن ايش بتحكي، فالاشياء موجود. طب انا بقول لك محمد، شو بتستحضري صورة؟ عملية تجريد الجرد الاشياء المادية لاشياء رمزية، يعني شو جردت عشان يطلع عندي محمد؟ جربت محمد الكائن المادي قدامي، محمد الاسم اللي هو كلمات، يعني هذه كمان فرضية صح؟ انت بتقولي انه في محمد انا تعرفت عليه، وبعدين لما صار يقولوا محمد صرت استحضر محمد، صح؟ بس انا ممكن اتعلم عن كرسي بدون ما اشوف كرسي بحياتي؟ لا. ممكن حدا يوصف لي اياه؟ لا. قابل للامكان يا جماعه. ليش ممكن؟ قال انتوا مثلا قابلتوا كل اللي بتعرفوه، انتوا شفتوه جربتوه؟ لا. طب من وين عرفتوه؟ يا حدا وصف لكم اياه؟ يا شفتوا؟ صح؟ اللي وصف لي اياه وصف لي اياه بايش؟ باللغة. وصف لي اياه باللغة، قال لي اسمه محمد، له رجلتين، بيمشي، بيحكي، معناته ايش؟ انسان، انا بعرفوش لهذا المحمد، فهو وصفه. هلا عملية وصفه، وصفه وصنفه ولا بس وصف؟ وصف محايد؟ لا صنفه. صنفه. عشان هيك انا ولا مرة ما بقدر احكي عن اللغة بدون ما استعمل قواعد المنطق. يعني إذا قال لي إنسان من البداية قال لي بطرش ولا لا؟ لا يطير، ما لهش جناح، بس قال لي كمان بيحكي ناطق. بس يعني ممكن يكون لما بيقول لي كرسي ما قال لي شلونه، صح؟ لا أحمر ولا أخضر ولا أصفر. إذا باخذ اللون من الكرسي بضل كرسي ولا بروح؟ في له صفة ولا لا؟ اللون بيحددوش. معناته بدنا نرجع نسأل جمال شو اللي بيحدده؟ هذا هو الرسم بالحد. شو اللي بيحدده انه هو كرسي؟ شكله. متأكد؟ لا رجلي. كم اجى؟ أربعة. في كراسة. بس في شيء عجيب. العمود. انت على البيت. يعني. طيب انا يعني من باب السفسطة شوي. إذا أنا قعدت على الطاولة. صير كرسي؟ لا. إذا أنا بعرف بناء على استخدام، إذا أنا بعرف في منكم قال إنه أنا بعرف الكرسي بناء على استخدام. هلا إذا أنا بعرفه بناء على استخدامه، معناته إذا قعدت عليه مش هذا استخدام الكرسي؟ إذا قعدت على الطاولة هذه كرسي. إذا قعدت على الأرض هذه كرسي. معناته تعريفي ماله؟ مظبوط، في مشكلة. فأنا مهم جدا لما بحكي عن الأشياء إنه تكون تعريفاتها واضحة. علاقتها في بعض واضحة. فهذا الجزء الأولاني لما بتعرفوا كيف بتم تغطيته في العلاقات المنطقية، في الأشكال المنطقية، بيجي بقولك ما أنتوا استعملتوه باللغة، صح؟ طب أنتوا صنفتوا فعلاً معرفياً وعملتوا هاي التصنيفات معرفياً ولا لغوياً؟ هذا مش تعجيز، هذا سؤال هذا سؤال خلينا نقول بضل معك. هلا مثلا اسالكم سؤال ثاني من ضمن الاسئله اللي رح نسال، وانا عندي خمس اسئله خلال الفصل. فالسؤال الاولاني شو العلاقه بين لما بنستخدم اللغه والرصيد المعرفي اللي احنا بنبنيه في داخل هاي اللغه؟ السؤال الثاني اللي عندي
انه هل في علاقة لكيف بنتعلم اللغة باللي بنحكي؟ هل في علاقة في المجتمع؟ في اشي جاي من البيئة بتدخل في كيف احنا بنحكي وبالتالي بتدخل في كيف احنا بنصنف بغض النظر عن العلاقة بين الاشياء ولا لا؟ يعني هلا ليش مثلا بيطلع ناس بيحكوا عربي وناس بيطلعوا يحكوا فرنسي وناس بيطلعوا يحكوا انجليزي بس في نفس الوقت في الجميع في الثلاث لغات في كرسي بس في نفس الوقت كرسي صح؟ هلا بسميه شير بسميه شير بسميه كرسي هو نفس الشيء طب ليش؟ تتشابه الصورة عندي بس بتختلف اللغة صوري. طب لما اجي بحكي عن علاقات بين اللغات بحكي عن علاقات بين معارف ولا عن علاقات بين بيئه بين معارف ممكن كيف لان البيئه هي واحده ان الجميع بيعرف الكرسي كرسي بس هي المعرفه شو بنعرف الكرسي تختلف من لغه لاخرى ممكن طيب هلا الكرسي سهل كثير صح ماشي هاتوا أسألكم سؤال مثلاً لما بتيجوا بتقولوا بدل الكرسي بنقول جملة كلمة جملة شو يعني؟ مجموعة كلمات بس؟ لا توصف إشي محدد ومترابطة بتكون نفس الوقت طيب بدي أقولكم مثلاً في مثل بالعربي بيقول بعيدة مهو القرد بتعرفوه؟ شو؟ مهو القرد فصحى القرط هذا الحلق ما هو هذه المسافة فبعيدة ما هو القرط يعني إيش ربطها طويلة ممتاز فلا أنا شو اللي قلته هون دانا بعيدة عن كتبها صفة ثانية صح أنا لسه بحاول أوصف باللغة تمام هي صفة جمالية يعني أنا بقول البنت حلوة ربطها طويلة فلا هذه صفة جمالية بس أنا كيف قلتها ما قلتش البنت حلوة صح؟ ما قلتش ولا رقبتها طويلة قلت الحلق اللي في دانها بعيد عن آخر دانها عن الكتف عن الكتف طب هذا كمان لغة صح؟ أو بتكون كون بس هذه اللغة اللي توجيه لفئة محددة يعني مش هتحكيها لواحد أجنبي يستوعب قديش حكيت لو بدك تجربتيها غالية كان أعظم يعني بالتالي البيئة اللي موجود فيها أكيد هدول يستوعب فالبيئة لها علاقة بكيف بنحكي بتفكروا هيك قديش؟ كثير بتفكروا انه انا اذا باجي بقول بعيدة ما هو القرط لطلاب اللغة العربية سنة رابعة بعرفوا ايش هي؟ طيب لو جبت الشباب والصبايا اللي موجودين في الاي تي سنة ثالثة طب ما هيش نفس البيئة؟ اذا سمعناها طب ما هيش نفس البيئة؟ لا مش نفس البيئة الفصحى بطلوا يساعدوا معناته احنا صرنا نحكي عن اكثر من بيئة صرنا نحكي عن تاريخ لغة صح؟ يعني إنه بعيدة ما هو القرط هذا ما خد اليوم بقول قرط صح؟ بقول الحلق فصفى إنه في إشي أكثر من البيئة في إشي اسمه تاريخ للغة هذا إله علاقة إنه اللغة لها تاريخ قبل ما أنا أبدأ أستعملها في كيف بستعملها وقديش يعني لما أنا باجي بقول الحمد لله باجي بترجمها لطالب أجنبي بيقول لي ليش بفلسطين بيقولوا الحمد لله؟ بقول له من وين جاي الله هذا صح؟ إلها علاقة بالتاريخ ولا إلها علاقة بأنا شو علموني عن الله؟ لا بس اللي بتحكي الواحد أجنبي إنه بتحكي الله أنا بالعربي بس بتقدر تحكي له جود بالإنجليزي بيروح يفهم شو الله في عنده بديل بالظبط نفس الطريقة؟ نفس الشكل شو لفظ مختلف لنفس الشيء بيحكي الحمد لله؟ ما هي الحمد لله بجوز غالبية الأمرات منقولهاش عشان نقول thanks God منقولها زي كلمة إن شاء الله يعني أوكي يعني ما أوكي بجوز لا يعني أنا باجي بقولكم أنا بدي أشوف كل مرة جاي بتقولون يعني بدي الكل يكون عامل الواجب قولون إن شاء الله احتمالية تكونوا عاملين الواجب ناويين تعمل الواجب قديش كثير قليلة ما أنا بقول إن شاء الله بناء على المعنى التاريخي ولا على المعنى البيئة فأنا بقدرش أفصل الجهتين شايفين السؤال قديش يعني مش بسيط أنا مش قادر أفصل العلاقة بس في علاقة بين اللغة اللي أنا بحكيها وعملية إنه تاريخيا هاي اللغة إنهم سنين بحكوا فيها دكتورة اللغة دائما بحكية ولا إلها أشكال يعني لو فرضت إنه واحد أبكى من
لما انا بحكي عن اللغه انا مبسطه هلا لانه هذا لسه اول لقاء، بدي احاول يعني اسمعكم الاسئله زي مثلا جمال سمعكم المفاهيم الرئيسيه عشان لما تردوا تمسكوا مثلا تصنيف حدود تقولوا اه هذا اللي نحكى عنه. فسؤال ثاني انه انا لما باجي بعرف كمان في داخل اللغه بصنف الاشياء. لما قلت لكم مثلا بعيدا بعيده ما هو القرد قديش بتبعد عن كرسي؟ كثير بلاش الله حاطينهم جنب بعض انتم عارفين؟ طيب الاشاره لما بقول هذا لما برسم بس كمان بحكي عنه ايش؟ باللغه. فانا زي ما بدخل عندي سؤال البيئه تاريخ اللغه في هاي اللغه اللي انا بستعملها كمان بدخل عندي شو اللي انا بوصفه في هاي اللغه. لما انت بتيجي بتوصف الكرسي بتحط لون بس بعيده ما هو القرب قديش طولها هاي البنات؟ بعرفش صح؟ 180 سنتي 280 سنتي 70 سنتي بعرفش بس انه كل اللي بعرفه من هاي الجمله انه رقبتها والحلق هذا هو المعيار اللي انا اخذته قديش طويل كمان بعرفش. فانا بصنف في داخل اللغه كمان اللي انا بعرفه عن اللغه باستعمال اللغه. هلا جمال حكى لكم عن جون لوك صح؟ جون لوك سال سؤال بالنسبه لي مهم، قال من وين احنا بنتعلم اللغه؟ كيف بنتعلمها؟ البيئة. بس البيئة نحن قبل شوي قلنا فيه لها تاريخ اللغة. وبمعنى انه طالب اللغة العربية لازم يدرس بعيدة ما هو القرد في قاموس في محل في مكان مكتوب عشان يعرف انه هذه معناها رقبتها طويلة. البيئة هو التاريخ. طيب بيئة وتاريخ، طيب في شيء ذهني يعني مأمون قال لي طيب لو انه هذا بقدرش يحكي أبكر صح؟ بقدر يتعلم اللغة؟ إذا بسمعش مثلا طيب فعليا الانسان هذا ما يقدر يعني هو بيقول كان غير ثقافي يعني احنا بنثقفه بهي اللغه بنعلمه اياها وفقا للبيئه اللي بنولد فيها يعني اذا الولد تركناه احنا بدون لغه وبدون هذا وعاش 20 سنه ان الصدق يعني بكون اصعب انه نرجع نعلمه اياها يعني لو انا لقيت واحد مش دارس اللغه عمره 20 سنه وقعدت اسوي له حركات وبشير له مش حيفهم علي من الاول بس مش اي شيء ممكن نستعمله توصل بين الناس بنسميه لغه شغل اللغة اللي بنحكيها اي شيء ممكن تستعملها حتى لو رسمت بس الرسم العقل الباطن بيعبر عن الاشياء يعني ذهنيا حتى لو انا ما بعرفش احكي ولا شيء بس ذهنيا عندي مفاهيم ممكن ما نهجت من رؤيتي من التجارب من كل شيء بشوفه في الحياه حدا وصف لي اياها جربتها موجودة في اللغة واخذتها على الجاهز ما شفتهاش يعني انا لسه انا بعرف على التعليم انه لو حطينا ولد صغير لحاله في الغرفه في الغرفه وفيها اشياء هو يعني ممكن ما بعرفش اسمائهم في لغتنا ولا لغه ثانيه بس ذهنيا بحدد يعني زي كانه بيخترع لغته لحاله ما هذا عندنا شيء ذهنيا وين بنولد بتعلم هي اذا الولد هو غاب وتعلم مع الكلاب هذا بيفهم لغه الكلاب يعني ليه بيفهم على الكلاب صح ولا لا؟ بتعرف انا مش هجاوب لا نعم ولا لا لانه بفلسفه اللغه ما عنديش جواب انا عندي اسئله. جون لوك بيقول الطفل بنولد صفحه بيضاء. اوكي صفحه بيضاء اهله بيعلموه. من ضمن ما بتتعلم اللغه. بس انا بعرفش ما احنا لازم يعني اذا انا عندي هلا هذا بالضبط اذا انا ما عنديش هذا الجهاز اللي هون مثلا ليش انا اذا مسكت كل الطلاب الاجانب اللي موجودين في جامعه بيرزيت وقلت لهم قولوا حاء مش هتطلع معاهم بينما بمسك ولد صغير بفلسطين وبقول له قول حاء قول لي اياها بدون مشاكل دكتوره بس انت عملت في التحكيم هي اللغه اداه للتعبير عن الكونسبت او المفهوم انا بستعملها اذا في شيء اسمه كونسبت او مفهوم في عقل الطفل اجى جان لوك حكى انه في لغه سواء مين علمته يعني احنا زي حيان ولا الطفيل اللي طبعا الكلاب وعلمه الدببه والافاعي انه شو يعني طويل قصير يعني عنده مفهوم صحيح من وين تعلمه ما بعرفش او من وين جاب تجربته البيئه فاشلته بس اللغه نحكي عنه طويل نحكي عنه لون ما
بغض النظر هيك بقى اعتقد انها فيها اختلاف شوي مش هاي مش بس فيها اختلاف فيها طرش انه انا لما بحكي طرش عشان نكون مفهومين قصدي يعني فاهمين على بعض قصدي خلاف فكري ومدارس كامله المفكرين صافين بيقولوا لا ومفكرين واقفين بيقولوا نعم مفكرين بيقولوا لا مش هيك انتوا غلطانين لانه لازم كان فكرتوا في واحد اثنين ثلاثه مفكرين تانيين بيقولوا لا عندنا واحد اثنين ثلاثه بنرد عليه فيعني مثلا من الناس اللي الاسماء اللي محطوطه هون برنارد راسل ليتجنشتاين وجون لوك بتعرفوا هذول الثلاثه بيتفقوش مع بعض اوكي عندهم هاي الاسئله هلا بس في فرق انا سؤالي عن الحنجره هذا استعداد فيزيائي سؤالي عن الذهن هذا استعداد كمان فيزيائي هل الفيزياء الفيسيولوجيا تبعتنا كمان ادمين بتتدخل في عمليه انه احنا بنتعلم اللغه وقديش هلا المفاهيم معرفيا المفاهيم وصفيا تمام بس هل في شيء في جسمنا بيقول انه بطلعنا احنا نحكي بينما الكرسي بيطلعش يحكي ولا في شيء قديش هذا موجود فيسيولوجي نفسي العلاقه البيئيه من وين جاي فيسيولوجي يعني الانسان الولد عنده القدره على الادراك انه انا ادرك اللغه وامسكها واطورها وكيف يعني حتى مثلا لو شفنا ارض وعدمناه اللغه بيقدر يدركها بس ما بيقدر يطورها ولا يشتغل عليها يعني بيقدر يفهم الكلمه نفسها فالانسان بخلقته يعني كيف الوجد والخلايا والعقل وكل هاي الاشياء بتمكنه انه هو يدرك اللغه ويطورها ويزيد عليها ويفهم ابعادها بغض النظر عن الكائنات الثانيه يعني في لغه بين الحيوانات نفسها بس بميزه هي ما بتقدر تطورها ولا تكملها ولا هيك يعني بتضل هي نفسها انا ما بدي احل الاسئله هلا بس بشكل عريض عشان قبل ما اعطيكم اخر سؤال التجارب اللي انعملت على القرده الناطقه بتثبت انه القرد بيقدر يحكي جمله يمكن ما بيزيد عدد المفردات بس بيقدر يكون جمله وهذا بدخلني للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده انه احنا لما بنيجي بنركب الجمل هذا مش قواعد شيء بيشبه القواعد بس لما بنيجي بنحط في جمله الفعل والفاعل والمفعول به هل لها معنى محدد وإذا قلبته بصير المعنى إشي تاني؟ شو علاقة المعنى في تركيب اللغة؟ يعني مثلاً لما باجي بقول جمال إجا على المحاضرة بكير وبكير إجينا على المحاضرة في فرق؟ أنا رتبت الكلمات الطريقة صح؟ هل رتبت كمان المعرفة الطريقة؟ هل رتبت اللي بدي أقولكوا إياه كمان الطريقة؟ طب كيف بيفرق هذا التركيب والترتيب مثلا عن الانجليزي لما بتركب وترتب من وين بنتعلموا هذا بيجي الطفل موجود معاه ولا بناخده من البيئه كمان من القواعد انا ما بعرفش في هون مفكر اسمه تشومسكي رح نحكي عنه كثير هو اللي قال ما حكى كثير وغير رايه مرتين فعنا كتابين له مره لما قال هيك ومره لما قال هيك ولانه اهم مفكر في هذا الموضوع حنسمعه لما يقول الرأي الأولاني ونسمعه لما يقول الرأي الثاني فأول مرة أنا عنده للطفل واحد اثنين ثلاثة ثاني مرة أنا لا هذا بيجي من البيئة واحد اثنين ثلاثة تمام؟ السؤال الأخير إنه أنا لما باجي بحكي بقول مثلاً جمل زي إرهابي صح؟ عنيف جميل بنحب شو اللي أنا بصنف فيه هذا؟ متأكدين؟ صفاء هو يعني جزء هلا كرسي اتفقنا عليها بعيدة ما هو القرد في إلها مادة بس جميل عن جد بتصنفوا إشي؟ شو جميل؟ تعالي نرسم إشي نتفق عليه إنه إحنا جميل هذا جميل إيش؟ إحنا ممكن نتفق على إشي اسمه حلو؟ شو اللي بنستعمله لما نقوله؟ وين الريفرنس بوينت يا جماعه؟ لما تقول لي كرسي هيدا بس لما اقول جميل وين هيدا؟ المستقبل يعني كل واحد يوم ما يشوفه وين معيارها؟ كل واحد عنده حسب الوقت شو يعني لا معيارها لغوي لما بتقول لي انا لا معيارها لغوي ولا بيئه ولا تاريخ شخصي ولا فيسيولوجي لا فيسيولوجي لا كيف؟ شخص انا بقى يعني لما تحكي لي جميل انا ممكن اقول يعني تخطر لك صورة بالبال اه عندك انت بس هلا هات طلع لنا مثلا ايش الجميل صورة مشتركة بيننا كلنا بنستعمل ايه صورة مشتركة عن الجميل بيننا كلنا بنستعمل تمام طب بس من كلنا بنستعمل لفظة جميل وبتكون لفظة مشتركة ليش؟ اوكي انا بتمنى هاي الأسئلة وضحت لكم
وشو اللي رح نحكي عنه. هلا في لينكس يعني ريت تشوفوها، اوكي، جزء منها افلام بتعطي هيك حوارات، انا اسف انه بالانجليزي، بس بتعطي حوارات عن المدارس اللي عملت هاي الاسئله وشو الافكار اللي حكوها، كيف ردوا على بعض. انا ولا مره ما رح اجاوب على سؤال، وانتو دائما رح تمسكوا هاي الاسئله، ولما يجي الاستاذ مصطفى يقولكم هيك جوابها تقولوا لا بس انت ناسي هاي القضيه، لانه هو بده يعطيكم الحل التطبيقي العملي كيف احنا بنشتغل. انا بقولكم كيف السؤال، انتو اللي بدكم تلاقوا الجواب. مشترك بين عدة كليات وطلابه كثير مشترك يعني جايين من عدة تخصصات. هلا أنا هذا السؤال اللي أنا بدي أبدأ فيه، أنتوا أكثر إشي فهمتوا بجوز على هنادا أكثر من أستاذ جمال؟ على فكرة رح تفهموا علي أكثر من بس أنا أتوقع بعد في نهاية المحاضرة نهاية المادة حتفهموا عن أستاذ جمال أكثر إشي ثم هنادا أكثر إشي أنا. هلا هو حنطلع مش فاهمين. هلا احنا في بما انكم انتم جايين من عدة تخصصات، في ناس منكم درس المنطق مع استاذ جمال من ناحيه فلسفيه، في ناس درس المنطق معي انا في ماده ديسكريت ماثماتكس. خليني احكي شغله، احكي شغله للطلاب اللي جايين من خلفيه اي تي اللي درسوا ماده ديسكريت ماثماتكس. لما درستكم اياها كانت كثير بسميها انا فنيه تقنيه ما لها اي معنى ولا اي حتى تطبيق، مع اني كنت احاول اعمل انا هنتس صغيره انه برمجيا كيف استعملها، بس ما كنتش ابعد لانه هيك كان الماده لازم تبقى هون. حيتناولها استاذ جمال من ناحيه هاي اللي فور اول ذير اكزيست وكل اللوجيك، حيتناولوا من تاريخه وكيف من ناحيه فلسفيه كيف نفهم وين علاقته بالواقع، بالواقع مش من ناحيه تطبيقيه. بعدين حتناول الاستاذ هنادا من ناحيه كمان لغويه كيف لغه. هلا انا لما باجي بنهايه الماده انا حركز على تطبيق. هلا بتعرفوا كيف جزء اول جمله لما تعرفت انا والدكتور هنادا على بعض قالت لي انتوا عندكم معهد اسمه معهد ابن سينا لهندسه المعرفه والتقنيات العربية، ما أكثر شيء ما حبيتوش فيكم مستعملين كلمة هندسة المعرفة. ليش؟ لأنه أنتم بصيرش تهندسوا المعرفة، يعني عارفين شو يعني تهندس المعرفة؟ هلا بجوز تدعي له الـ IT هاي كلمة حلوة. اللي مش IT هندسة المعرفة، يعني أنك بدك تغير المعرفة لإشي. وآخر نقطة حكتها الدكتورة هنادا إنه لما أحكي لكم أنا بعطيكم حل، أنا على فكرة مش هفتح أسئلة، أنا عندي إجابات. هلا الإجابات هاي في كثير مدارس واختلافات بين الفلسفة واللغة. لما نيجي إحنا في الـ IT منقدرش نطبق كل هاي الاختلافات، بدنا نعمل براغماتيك أبروتش، طريقة اللي نعمل كومبرومايز، يعني نعمل تسوية لبعض القضايا اللي بناسب تطبيقات. زي هلا أعطيكم أمثلة أثيركم أول شيء أنا تساؤلات بالاي تي. تستعملوا جوجل مزبوط؟ عشان برضو تعرفوا ليش هذا الكورس، استعملوا جوجل. قولوا له بدي أشتري موبايل من رام الله آيفون. شو بجرب؟ محلات لا. لا بالمناسبة جربها، أنا جربتها قبل ما أجي على المحاضرة. أنا جربت قبل ما أجي على المحاضرة، قلت له فاين مي شوبس تو باي آيفون فروم رام الله. ولا واحدة من أول 20 طلعت لها علاقة. ليش؟ لا ليش؟ ليش ما سواش هيك؟ ما قدرش يفهم شو ما قدرش يفهم على
بعمل بعمل ايش بسميه لتعين مش نايتين بسميه string matching يعني حرفيا وين كررت كلمة في مكان ما جاء بدون اي معنى. طيب تستعمل مايكروسوفت وير في سبيلينج تشيكر مزبوط كيف بعلمكم ولا ولا تفهم عليكم بجيب اشياء غلط طيب. عمركم استعملتوا جوجل ترانسليت كيف منوش علاقة بالواقع؟ لا شو ترجمة مقلوبي؟ مقلوبي يعني اللي بسمعونا مش فلسطينية مقلوبي اسم طبقة هلا طيب الماشين ترانسليشن ليش حد الآن مش كمش ظابط؟ لأنه فيش مجرد نحن عمركم خليتوا برنامج يقرأ لكم نص أنتوا كتبتوه؟ عمركم استعملتوا برامج هي بتقرأ النصوص يعني تحول التكست نص لصوت تكست سبيتش كيف؟ حلو كتبنا وحطينا على اشياء الصوت طيب طيب مش بطل لا بالعربي لا بالعربي اكيد في مشكله مش مفهوم لانه انت لما بتحكي الجمله بتحكيها بنغمه معينه بفهم اللي ببالك ايش من بس من لحن صوتك اللي ببالك بفهم انت ايش بدك تحكي طيب عمركم العكس برضو انه حكيته وطلع كتابه حكيت بصير بصير الاكديش اللي بدكتها مش عشان انجليزي واضح لكم انه هذا المجال قد ما العالم اشتغل عليه طبعا بديش اكمل امثله ثانيه بس قد ما العالم اشتغل على هالاشياء علماء الاي تي قد ما اشتغلوا لسه لسه كيف وضع بعدنا في بداية البداية من هذا الكورس اللي طلاب الاي تي لما ياخذوا هذا الكورس بصير عندهم الخلفية اللغوية والفلسفية والنظرية اللي بتلزمهم يبرمجوا تطبيقات ذات علاقة بهذا الشيء طلاب اللي خلفيتهم آداب و انجليزي وصحافة وإعلام وهيك وعلم اجتماع انتم جايين عدة دبارتم عدة أقسام بيكون عندهم هيك طموحنا يكون عندهم الخلفية يعني بدنا نورجيهم كيف يستعملوا علمهم في تطبيقات الاي تي يعني بصراحة هدفنا هي نلقى الاثنين وظائف جديدة وهالمحاضرة مش بس نظرية كمان فيها تدريب حتى احنا عنا مشروع الانتولوجيا العربية لبكين بدنا كمان ايش نساوي يعني بدنا نوظف اللي منكم بدنا نوظف جدارته بدنا نوظفه اساس عنا في المشروع لانه بدنا هاي المهارات تكون موجودة عندكم حدا شاب عنده الخلفية الفلسفية اللغوية المنطقية الحاسوبية عنده كل هاي المهارات حتى نقدر يقدر يساعد منه. الانتولوجيا العربية باختصار هي شجرة من معاني وليس كلمات من معاني كلمات اللغة العربية شجرة يعني نأخذ كلمة لها عدة معاني نأخذ المعاني هاي نصنف المعاني وليس الكلمة بس الكلمة هناك كلمة واو سهل هلا هاي نسميها كيف لما بيجي السيرش انجن يبحث عن كله اعطيني اجازي مثلا اجازي بيعطيه كمان عطله لانه عطله بتيجي مثلا تحت اجازي او العكس مش مهم مش سونيمز مش مترادفات احنا هيك بالشجره لما نبحث عن لما نبحث عن كله اعطيني كل الاشخاص في جامعه كبير زيت بس كلمه شخص ما وردتش ورد طالب ورد موظف الموظف والطالب بيجوا تحت فمن كله فبنستعمل الشجره مثلا في السيرش انجن في الماشين ترانسليشن في السبيلينج تشيكر في كل هاي التطبيقات هلا طب هو نعم مستخدم بدك تتوجه له مش نفس المستخدم اللي بتتوجه له هلا مستخدم بدك تتوجه له مستخدم عارف انه بده يستعمل هاي الكلمه لا هي اشياء فنيه صغيره انا بس بحاول اورجي كيف ممكن تستعمل هاي قصده يقول بلكي انا بدور على شخص حرفيا بديش بدور على شخص
حرفيا لا مش هيك قصدي، قصدي مثلا انا بدي استخدم هذا الشيء اللي بتحكي عنه، بدي ادور على شخص مش على طالب او على موظف، انا لازم اكون عارف انه الشخص هو موظف طالب، فاليوزر بده يكون عارف هذا الحكي. لا لا كلام اوكي هلا فهمت. هلا اليوزر لازم يكون عارف بالمعنى انه هو اذا كان معروف، اذا كان معروف انه كل شخص هو كل موظف هو شخص وكل طالب هو شخص معروف، يعني وين معروف؟ مش باللغه التركيبيه، مش في السنتكس تاع اللغه، بما تحمل معاني الكلمات تاع اللغه. اذا كان مو يعني خلينا نقول المجتمع متفق على انه كل موظف هو شخص، فممكن تستعمل هذه القضايا. على اي حال انا كلمه انجر لهون النهايه اخذها تفاصيل اللي تقولوا انه عشان نبني شجره زي اللي حكيت عنها، افرض انه في النود عندي جينا نعرف الجمال، جينا نعرف الجمال مش دكتور احنا هذا قاعد طب كيف بدنا نحطه بالشجره؟ شو يعني الشجره؟ شو اللي فوقه؟ الجنس الاعلى منه، شو اللي تحته؟ الاجناس تبعته يعني انواعه، معناته حندخل في قضايا لغويه حتى نفهم شو هي الجنس من شو؟ حندخل بقضايا منطقيه بمثلا في التصنيفات، شو الحدود اللي بتلزم عشان اعرف هذا الشيء؟ وبدي اعرفه بانو لغه؟ اعرفه باللغه اعرفه بالعربي ولا بانو لغه بدي اعرفه؟ أني لغة بفهم الكمبيوتر؟ إنجليزي؟ لا أني لغة بفهم الكمبيوتر؟ بس فروع لغة المنطق؟ لا فروع المنطق خلاص احنا بنفهم شوي، والأصل الكمبيوتر مبني، هاي هذا المثال لطلاب الكمبيوتر، الكمبيوتر مبني على اللي نسميه انتم بتسموها صفر والواحد صح؟ ترو فولز، اللي هو هذا اللي احنا بنسميه البروبوزيشنال لوجيك، بروبوزيشنز هذا من ناحية هاردوير. هلا مزبوط في لغات برمجة ستراكشرال، بس كمان في ريزنرز في اللغة، أو فيك أنت تبرمج اللي هو طريقة الاستنتاج وطريقة الريزنينج كيف الكمبيوتر يستنتج. بس على كل حال احنا ما شفنا في القصة فيها ذكاء صناعي كبير، لتقولوا إنه حندخل في المنطق، حندخل في طرق التصنيف، حندخل في علاقتنا مع اللغة، فهي مجموعة من الأشياء اللي لازم تفهم فيها لغزها. هلا في من احد المشاكل اللي حتواجهكم المسمين الجاره، قضايا وحدود وايش علاقات منطقيه. هلا اوكي اللي درسوا وانتوا هذول بجوز اللي درسوا منطق مع الاستاذ جمال قبل هاي الماده بجوز يكونوا لسه فاهمينها، بس احنا مش فاهمينها دائماتي، بس هم كمان حيعانوا من مشكله لما انا اقول بريديكت وبروبوزيشن وريزنينج و فهمتوا شيء؟ طلاب الاداب زي ما طلاب الاي تي فهموا شو انا بالقضايا ففي عندنا اشكاليات، خلينا نقول مصطلح في المصطلحات، بتيجي هاي مع كم محاضره بنصير نعرف بالضبط نفهم على بعض شو. اخر شيء بدي اقوله في اللغه، كم كلمه باللغه العربيه؟ محدودات؟ لا عدوا اللي موجودين يعني. سألتك هذا السؤال وين؟ تذكر في مادة تسليم ماتماتيكس مش في درس المنطق، في درس العدد كم؟ إذا إلهم معنى اللي هم بيجي 28 ضرب هذا 28 ضرب يعني بالآخر كم أطول كلمة؟ 28 أطول كلمة وسيكفيكم 28 لا لا كم أطول كلمة؟ مع تكرار الأحرف ولا بلا؟ مع تكرار الأحرف. نفترض إنه أطول كلمة باللغة العربية دارجة مثلاً 10 أحرف. نفترض. فيعني نقدر نقول إنه الكلمات ممكن ممكن لهم حد. طيب المعاني. هلا سؤال، هل في كلمة لواحد عامل هيك؟ شخص عامل هيك؟ واقف عامل هيك؟ راكب عامل هيك؟ كامل
كربس بروفيسور. طيب عامل هيك ليه؟ لا لا
هذا إشي جميل يعني. هذا فيه تطبيقات بتوقع من أحد تطبيقاته اللي على الجوال، لأنه الجوال بيقدر يعرف وين أنت، وبالتالي بنقدر نعمل مثلاً كاستمايزيشن ل المصطلحات مش يوزر انترفيس، للمصطلحات اللي الكمبيوتر كمان بتحطها. أتوقع أنا لازم أوقف، يمكن ناخذ بريك ونرد نرجع. أستاذ جمال كمل. Thank you.